الآن ها قد تدبرت أمر الهاتف، النقود. حسناً، يا إلهي، سأجلب محفظة أكبر أثناء عودتي. مرة أخرى هذا المنبه، لا أريد أن أنهض الآن. أين أنا؟ آنيا، ما بك؟ نحن في منزلي. ماذا حدث؟ لماذا نحن نائمتان هنا؟ لا أعلم، لكنني أظن أننا قد سرقنا. أين سواري؟ ساعتي وثيابي الغالية أيضاً، وأغراضي اختفت كذلك. من فعل ذلك؟ لما قام بسرقتنا؟ يجب أن نجد حلاً بأقصى سرعة. داني، أمتأكد أنك لم تسرق شيئاً؟ هل تمزح؟ وأنا أيضاً اختفت جميع أشيائي. صحيح، لقد أقنعتني، فليس من المنطق أن تسرق نفسك. لنؤجل هذا الأمر الآن سافا، لأننا سوف نتأخر عن المدرسة. أنت على حق بهذا، لنذهب. ما الذي حدث لداني؟ أعتقد أنه يتصرف بغرابة. السعادة تكمن بالمال فعلا. ما الذي سوف أقوله لأمي؟ تروين لها الحقيقة، فأنت لست مذنبة. لقد عادت الباكيات، ما هو سبب بكائك؟ هناك من سرقنا أنا وإيفا البارحة، ولا نعلم من هو ولا سبب قيامه بالسرقة. هل هذا صحيح؟ آسفة، لم أكن أعلم. والآن لقد كسرت ظفري ولست أملك أي طلاء. انتظري قليلاً، آنيا، بقي معي نقود على البطاقة، لقد أنقذتنا. كفاك يا آنيا، كان طلاء أظافرك سيء. أوه، إيفا، ماذا هناك؟ لا نقود، وقد قام البنك بحظر بطاقتي أيضاً. إيفا، ربما قام أحدهم بسحب النقود منها. وقد حصل لي ذات الشيء. كنت دائماً أقول ادخروا نقوداً للأيام الصعبة، لكنكم لم تستمعوا. آه، لماذا يحدث كل هذا؟ يا فتيات، لن تصدقوا ما حدث. قد تم سرقتكم ولا يوجد لديكم نقود. انظر من فعل هذا، وأنت تقوم بإلقاء اللوم علي منذ الصباح. لا يا أصدقاء، ونحن قد حدث لنا المشكلة ذاتها أيضاً. حسناً، فقط أنا من تبقى معه نقود. أنت محظوظة يا فيوليتا. لا أستطيع العيش من دون نقود. تبقى لدينا خيار واحد فقط، إن لم نستطع استعادة النقود فسوف نعمل لاسترجاعهم. ماذا ستعملون؟ أضحكتموني حقاً. سأساعدكم بالتفكير فقط، لكن أنا لا أعلم كيف أفعل أي شيء أبداً. سوف تضطرين للتعلم. أما أنا سأقوم بالعمل مع سافا، وأنت مع آنيا. أما أنا لن أضطر لفعل ما تفعلون. فيوليتا، توقفي عن هذا الغرور الآن. لما تأخر الطلب كل هذا الوقت؟ أيتها النادلة، أعذريني يا فيوليتا على تأخيري. إيفا، ما الذي أتى بك إلى هذا المطعم؟ إن هذا هو عملي الجديد. فهمت، أعطني الطعام لأنني جائعة كثيراً. بالتأكيد، طعاماً هنيئاً. آسفة، لما يحدث كل هذا لي؟ ما هذا الذي فعلتيه؟ سامحيني أرجوك، لم أكن أقصد. لقد دمرت غدائي وثيابي أيضاً. أكرر اعتذاري، سأحضر صحناً سلطة جديد. ليكن ذلك، هيا بسرعة، لقد تمادت كثيراً. تفضلي، أتمنى أن يعجبك. داني، لماذا أنت نائم على الأرض هكذا؟ أنا ليس لدي أي طريقة لأجلب بها المال، لذا قررت أن أقضي بقية حياتي نائماً هنا هكذا. هاي، ماذا بك؟ انهض، سنبتكر شيئاً سوياً. حسناً، ساعدني بالنهوض، فأنا قد اكتفيت من النوم. أتعلمين أن هذا أفظع طبق تناولته في حياتي كلها؟ مرحباً يا فتيات. أوه آنيا، أنا لدي أخبار سعيدة تخصك. لن أقوم بدفع المال مقابل هذا. كم أنت رائعة يا إيفا، أريد أن أجد عملاً مثلك. أنا لا أوافقك الرأي. إيفا، انظري ما الذي أحضرته داخل الطبق، إنها شعرة. يا إلهي، فيوليتا، تقبلي مني اعتذاري. يجب أن تعلمي أنني لن أدفع المال مقابل هذه السلطة. بهذه الطريقة لن أربح أي شيء. إن هذه ليست مشكلتي أنا. لا تقلقي عزيزتي إيفا، فأنا مثلك لم أنتج شيئا حتى الآن. أنا لم أعمل
واحدة، وقد تعبت كثيراً. أما أنا فلست أشعر بقدمي لكثرة ما بحثت عن عمل. بالحديث عن الأقدام، كيف سنقنعهم أن يدفعوا المال مقابل هذه اللعبة؟ لست واثقاً أنها ستعجب أي أحد. إن الدروس مملة، والناس أيضاً، وأنتم مملون كذلك. حسناً، نحن لدينا ما سيسليك الآن. إذن ماذا لديكم؟ هل أنت مستعدة لدفع المال مقابل ذلك؟ وكم من المال تريدان؟ قدر ما يمكنك دفعه ولو القليل. فلنتفق، إن أعجبتني سوف أدفع، وإلا فسوف أعتذر. اتفقنا. إذن سوف نلعب البولينج. لم ألعب منذ مدة طويلة. ونحن هنا لتسليتك. حسناً، هيا لنبدأ. أوه، لقد تعبت من اللعب. حان الوقت للدفع مقابل هذه التسلية. سافا، ليس هذا وقت الطمع. صحيح. هذا قليل. لقد قمنا بالتسرع في الحكم. الدفع بقدر الاستمتاع. التدليك، أنا أول الراغبين. هل تملكين النقود؟ كلا، أنا لا أملك. إذن لا تدليك لك، فلتغربي عن وجهي. بخيلة. فيوليتا، ماذا هناك؟ ما رأيك أن نساعدك لتحصلي على جسد رائع قبل الصيف؟ أتريد القول بأنني ممتلئة؟ لا بالطبع لا، لكن بهذه الحالة يمكننا أن نحصل على المال. أنا زهقت منكما كثيراً. حسناً، لنفعلها. حسناً، سأعلمك كيف تدورين بهذه. طريقة خاطئة، سوف أريك. قلت لك إنها تعلم كيف تقوم بتدويره. حسناً، لقد علمتكم، أعطوني نقودي الآن. ماذا؟ يبدو أن الأمور تختلط عليك كثيراً. لكننا اتفقنا بأن الذي يعلم يأخذ أجراً. بالتأكيد، كلامك صحيح. فلتدفع. يا للهول. التدليك، التدليك، هنا التدليك الأرخص. رائع، أيمكنني الحصول عليه؟ بالطبع يمكنك، وبما أنك أول زبونة عندي سأقدم لك خصماً. حسناً، يمكننا البدء. متى آخر مرة غسلت بها قدميك يا فيوليتا؟ الأمس أو الذي قبله. منذ 3 أيام. لقد لاحظت هذا، كنت أظن أنني لن أحصل على أي زبائن هنا اليوم. أنت مجتهدة وتجددين من نفسك دائما. ما يهم أن تجيدي ما تقومين بفعله. أيمكنك التدليك بهدوء؟ أجل، هذا صحيح، لم أنتبه حقا. لقد انتبهت. لا تقلقي فيوليتا، فأنا أعلم ماذا أفعل. هذا ممتاز، إن وجد قناع للوجه سيكون ذلك رائعا. يوجد لدي، خذي. رائحته غريبة جدا. حسنا، أتمنى أن يعجبك. إنه يحرق وجهي. لم أعد أحتمل ذلك. فيوليتا، ما الذي يحصل؟ أعتذر، لقد ازداد الألم. يا إلهي، لم أحصل على المال مرة أخرى. إنني أنام وأنا جالسة. أما أنا فلم أكن أظن أبداً أن الحصول على المال سوف يكون بهذه الصعوبة. بخصوص المال، كم جمعتم من المال؟ هذا كل ما تبقى بحوزتنا أنا وأنت. على الأقل بقي لديكم، أما أنا فلا شيء أبداً. إيفا، لست وحدك، حتى أنني لم أفتكر ما يمكنني فعله. بصراحة أنا أحسد فيوليتا. لكننا بالأمس كنا أغنياء مثلها، تذكروا ذلك. أعشق هذه الحياة. كان لدي الكثير من المال لدرجة لا أعلم أين أقوم بصرفهم. وأنا أيضا لم أكن أعلم أين سأصرفها. آنيا، هذا ليس وقت البكاء إطلاقا. أنا مفلس لدرجة أنني لا أملك حتى ثمن كعكة، وكنت أخطط للتسوق في هذا اليوم، وانظروا الآن ما الذي أفعله. لماذا يحدث كل هذا؟ هذا يكفي، علينا أن نجتمع لنجد حلاً ونعود أثرياء. أتقصد أن نعمل؟ أجل، هكذا. هذا صحيح، لن نعيش فقراء هكذا طوال حياتنا.
لكننا حاولنا ولم نحصل على أي نتيجة من ذلك. هذا ليس سبباً لليأس، يجب علينا أن نحصل أكثر مما كان لدينا. سنحقق ذلك، لكن المهم أن نبقى سوياً. والآن لنشابك أيدينا. الثروة! والآن يجب علينا أن نغير رأيها. سوف نرى الآن. لما هذه الابتسامة الغريبة؟ لأننا اشتقنا لك جداً. أجل كثيراً. هذا جيد، أريد أخذ بعض الأشياء وسأذهب. وأين مفاتيحي؟ آه إنهم لدينا. كيف ذلك؟ أعطني إياهم. يجب أن نتفق، لكي نعيدهم لك عليك أن تدفعي النقود. ولما سأقوم بذلك؟ إنها المفاتيح خاصتي. حسناً كما تريدين. توقفوا، أنتم ماكرون كثيراً. شكراً لك، الآن اتفقنا. هاتها. وما هو هذا أيضاً؟ الفكرة جيدة، ولكن ماذا سنفعل في منزلك؟ سوف نجني مالاً. لماذا تتأخر الفكرة لتصل إلى دماغك؟ بالتأكيد فيوليتا لن تقبل بهذا أبداً. سوف نبتكر شيئاً إن صمت قليلاً. هيا لنذهب. صدقينا لا دخل لنا بهذا حقاً. هذه أشياؤك ولست بحاجتها. يا إلهي، نسيت، لقد نقلت كل أغراضي إلى المنزل. لما فتحتي الخزانة إذن؟ لدي موعد، أريد المكياج. لدينا فرصة، يمكنك استخدام علبة مكياجي مقابل المال. كم أزهقتموني. نقود نقود نقود، خذوا. يجب الخروج من هذا الموقف الآن. خذي. أنت الوحيدة هنا التي تمتلك كل المال، فأصبري إذن. إن لم أكن مضطرة على علبة التبرج لما أعطيتكم شيئا في حياتي. لم يخطئوا حين قالوا أن للجمال قوة مخيفة بالفعل. لأول مرة أنا أوافقكما الرأي حقا. علي الذهاب. إلى اللقاء، موفقة في موعدك هذا. سنشتاق إليك. لقد تأخرت فيوليتا، بدأ الطعام يبرد. ما أجمل هذه الروائح، جعلتني أشعر بالجوع. أعددنا طبقاً مشهوراً يدعى المعكرونة. هيا هيا دعونا نأكل بسرعة. ليست الرائحة المعتادة للمعكرونة. داني، قلت لك أن تخفي كل شيء. لكني لم ألحق. خطتنا كادت أن تفشل بسببك. لما هذه الثرثرة؟ فيوليتا، نريد أن نعترف لك بأمر. لم تكفي نقودنا لشراء مكونات المعكرونة، لذلك أخذنا من مونيكا. حسناً، يجب علينا إعادتهم على الفور. لقد قمنا بصرف كل ما تبقى من نقودنا المسروقة. هل تلمحا أنكما تريدان اقتراض المال مني؟ نحن لا نلمح، بل نطلب منك. داني، يقصد لو أمكنك أن تعطينا إياه وسنكون شاكرين جداً لك. لا أريد أن أسمع الجمل الذكية. أرجوك. خذ النقود، أنا ذاهبة. شكراً لك فيوليتا. أنت الأفضل فيوليتا. لقد فعلناها حقاً. يجب أن نطمئن على أحوال سافا وآنيا. لنذهب إلى المدرسة. ما حصل بسببك؟ بسببي أنا؟ أنت من أقنعني بشراء هذه الدفاتر. لكنهم جميلون جداً يا سافا. لقد قمنا بصرف كل ما كسبناه اليوم لشرائهم. أنت محق في هذا. أخبراني ماذا حدث؟ لقد كسبنا بعض المال، ولكن آنيا قامت بصرفها. وأنت لم تمانع بذلك. ماذا عنكم؟ حصلنا بعض المال، ولكن ليس كما كنا نريد فعلا. هذا يعني أننا لن نعود أغنياء مرة أخرى أبدا. بل عدنا للحزن، لكن تسعدني الدفاتر قليلا. إنهم يبدون رائعين كثيرا. إشعار؟ عادت بطاقتي للعمل، وقد أزالوا عنها الحجب كلياً. وبطاقتي. وأيضاً عدنا أغنياء، عدنا أغنياء. سوف أجدد كل مقتنياتي اليوم. ما الذي حصل؟ أزالوا الحجب عن بطاقاتنا، تخيلي ذلك. تخيلت، لكن أظن أن هذه القصة لم تعلمكم شيئاً. عن ماذا تتحدثين؟ فيوليتا، لا تقولي أنك. صحيح، ما حدث معكم أنا من قمت به. لكن لماذا؟ لتكونوا مسؤولين تجاه المال. ومن أين لك فكرة أننا لسنا مسؤولين؟
تصرفون المال على أشياء لا تحتاجونها وحتى لا تريدونها. كلا، ليس صحيحاً. قل لي سافا، لما اشتريت لغرفتك تلفاز ثالث؟ لأنه عصري وحديث جداً. لكن يمكنك العيش من دون هذه الأشياء. أنت تقولين هذا وكأنك لا تفعلين مثلنا. هذا مستحيل، لأنني أعلم صعوبة الحصول على هذه النقود. أظن أنني بدأت أفهم عما تتحدثين. سأعيد أغراضكم، ولكن أتمنى أن تكونوا قد فهمتم كلامي. لقد فهمنا. سوف تشكروني لاحقاً يا رفاق. إنها ليست المرة الأولى التي أدرك فيها لما أنت أعز صديقاتي.